ما فيش هذا العضب العصب زي الناس بالعالم. والناس ما كانوا مش يقتلوا ولا ناس ملاح، العرب هناك ملاح، لكن العرب ما حبوناش، ما حبوناش. يهودي نجس، يهودي كلب، كخا شموت جناي، ما حبوناش. لكن واحنا كان احنا ساكنين هناك، ساكنين هناك بلا بلا، ما كان فيش البيت، مش تبعنا البيت، مش تبعنا، تبع المدينة وتبع الحكومة وتبع الإسلام. البيوت ما مش تبعنا، لكن كحين طلعنا كان يقولوا اليهودي هو نتين يليد، ما احناش بأهل البلاد، ولا زخويات، ولا هذا. من الشليم ما يأكل، خالصين من كل شيء، ما فيش. طلعنا للبلاد هذه بايدي عطالات، ايدينا عطالات، ما في شيء. لو كسف، لو رخوش، لا فلوس، ولا تبعنا البيوت، ولا شيء. زي هذا اللي كان فيه.